تعالوا نبدأ بقى رحلة مع المستقبل ومع الجمال مع أسئلة حضراتكم، ونبتدي بأول سؤال. معانا السيد محمد من المنيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك طيب يا شيخ؟ طيب يا سيدي، ربنا يحفظكم يا سيدي. كنت عايز استفسر اسالك على سؤال. اتفضل اتفضل يا غالي. كنت من 4 سنين كده عملت حادثه، وواحد فيها توفى، يعني خبطت واحد وتوفى، وكان اهله كانوا عايزين فلوس، وكانوا عايزين مبلغ وتفاوضنا، وبعد كده بعت له حوالي 35,000 جنيه. بس فايه، هل عليا كفاره تاني؟ هل عليا صيام؟ هل عليا اطعام؟ انت دلوقتي تفاوضت على ما يتعلق بالديه. تمام. وهما هل اسمعني طيب بس، هل دوت كان قتل خطأ؟ يعني قتل خطأ حادثة عربية. اسمعني طيب، هو مش كل حوادث العربية بتبقى قتل خطأ. يعني انت دلوقتي اتكيفت على ان اتعملت محاضر، والمحاضر دي خرجت او حصل قضاء او اي شيء، ولا دوت حسب التوافق بينكم؟ ما كانش في قضية، كل حاجة بس اتصالحنا، يعني بناء على الفلوس ديت اتصالحنا، واتكتب في المحاضر ان ده قتل خطأ، صح كده؟ ايوه. وانت دفعت الامر ده، انت لازم تصوم بقى. تمام. الصيام قد ايه؟ تصوم شهرين. طب لو كتير عليا شهرين مثلا؟ الدكتور لو قال لك مش هتقدر تصوم الشهرين دول المتتابعين، تطلع مكانهم اطعام عن كل يوم مسكين. لا لا، مش الدكتور قال لو انا مثلا مش قادر اصوم مثلا، مش المساله ان انت لازم يكون في معنى ان انت مش هتقدر تصوم. لو انت شايف ان انت هتزمزق، لكن لو هتقدر مثلا، لو الصيام ده هيأثر على عملك ومش هتقدر تشتغل، لو الصيام ده هيفسد صحتك، لو الصيام ده هيخليك مثلا انت عندك مرض فهيزوده، لو الصيام ده مش هيخليك تعيش بطريقه متزنه، لكن لو انك انت قادر على ده وقادر تعمل الكلام ده، بس مستكتر شهرين تصومهم. تمام. ما هي دي اصلا معنى كده، عشان نعرف قيمه النفس الانسانيه. ما هو دي نفس انسانيه زالت، فاحنا لازم نعرف قيمتها، مش بمجرد بس ان انت شعورك ان لا انا مش، لا شهرين كتار عليا. الطريقة دي مش هي دي الطريقة اللي بنقولها، لكن انت لو فعلا عندك سبب يخليك ما تقدرش تصومهم، خلاص. واضح كده؟ طيب يا سيد محمد. الأستاذة فاطمة تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بعد إذن حضرتك، يعني أنا بصلي العشاء وبصلي بعدها السنة، وبعدين بصلي قيام الليل قبل طيب. رمضان. طيب. في رمضان بصلي العشاء والسنة وبعدين التراويح. طيب. كنت عايز اعرف بقى الفرق ما بين صلاه التراويح وصيام قيام الليل، يعني هل كلهم لازم اعملهم كلهم في يوم واحد، ولا دي حاجه ودي حاجه، ولا ايه؟ طيب ولا يا ست، التراويح هي قيام الليل؟ انا طيب عارف. حاضر يا ست، احنا عندنا دايره واسعه كده اسمها قيام الليل، وفي عندنا صلوات في قيام الليل دي، فقيام الليل منها كل صلاه في الليل اسمها قيام الليل. كل صلاه نفل أقصد بيها إن أنا أحيي الليل ده وأصلي فيه صلوات غير صلاة العشاء وصلاة سنة العشاء وكل ده، حتى الوتر ممكن يبقى اسمه قيام الليل، فكل الصلوات دي اسمها قيام الليل. فمن ضمن الصلوات اللي بتصلى وهي جزء من قيام الليل صلاة التراويح اللي بيجتمع عليها المسلمين ويصلوا، اللي جماعة اللي ابتدى هذا الأمر، هذه السنة الحسنة، سيدنا عمر وجماعهم على 20 ركعة، وجمعهم على سيدنا أبي بن كعب. وبعد كده إيه اللي حاصل؟ فصلاة اللي احنا بنصليها 11 ركعة أو 20 ركعة ومع الوتر، هي دي اسمها صلاة التراويح. بيجي بعد كده في صلاة اسمها صلاة التهجد. صلاة التهجد دي اللي بنصليها بعد النوم، يعني ننام وبعدين نقوم نصلي صلاة التهجد دي، اللي بتكون في أواخر الليل، وبيستحسن أنها تكون في الثلث الأخير من الليل. يبقى عندنا هو كل اللي بنصليه بعد صلاة العشاء ده اسمه قيام الليل. فصلاة التراويح جزء من قيام الليل، وصلاة التهجد كمان جزء من قيام الليل. واللي انت فهمتيه ان هل التراويح من قيام الليل؟ نعم، هل التراويح من قيام الليل؟ نعم. السيدة أم محمد من الشرقية تتفضل. أنا بحضرتك، ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ نعم وفضل الحمد لله. انا وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. حضرتك على البرنامج الجميل ده، والله ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. ربنا يحفظك وربنا يزيدك نور وبركه يا ام محمد. يا رب احنا وياك. اتفضلي يا سيده ام محمد، اتفضلي. بص حضرتك، انا ليا كذا سؤال. اولا انا بصلي في كل ايها الكافرون في اغلب الوقت، هل انا مش عارفه ده صح ولا غلط؟ اجاوبك طب، ده سؤال. بصلي بيها على طول في صلاه المغرب في الفرض، هي كله والله احد. كنت سمعت ان هي كان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيصلي بيها في المغرب، وكان في السنه بتاعت الفجر.
طيب. برضو عايزه اتاكد من حضرتك في دي فيها. طيب تاني حاجه اللهم صل على النبي، ان انا بصلي العشاء بالتراويح من المصحف، ففي ناس قالت لي لا انت تصلي العشاء نفسها باي صور بس ما تصليهاش من المصحف، لكن تصلي التراويح عادي من المصحف. طيب انا هجاوب على حضرتك كل الناس. انا قلت اتاكد من حضرتك. في سؤال اخير بقى معلش طولت على حضرتك. دلوقتي انا جوزي مدخن وساعات بيحكم الوقت ان انا اصلي جنبيه وبشم مثلا ريحه السجاير، او في نفس المكان في نفس الشقه او في اوضه ثانيه بس بشم ريحه السجاير وانا عارفه ان السجاير حرام، هل ده صح ولا غلط؟ طيب حضرتك. حاضر اجاوب على سؤال حضرتك. شكرا. ربنا يبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك. اول سؤال، انت حضرتك بتقولي ان انت في الصلوات الجهريه في الغالب بتصلي قولي ايها الكافرون، وبتصلي كمان بقل هو الله احد، وانت بتعملي كده، هل دي صلاتك صحيحه؟ اه صلاتك صحيحه. انت بتقولي لانك انت عرفتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، السؤال اللي بعده، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في المغرب بقل هو الله احد. لا، اللي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصوص الصلاه بقل هو الله احد ان رجلا كان يداوم على الصلاه بقل هو الله احد، فوصل الى سوره الاخلاص، فوصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اسالوه لماذا يصلي، لماذا يداوم على الصلاه بها؟ قال صفه الرحمن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم اخبروه بان الله يحب. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيصلي من الطوال في المغرب وفي العشاء، فاذا يبقى عندنا هنا ان ده اللي ورد عن حضره النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده انت بتقولي لي ان بتصلي من المصحف صلاه العشاء وصلاه التراويح. الافضل ان احنا ما نصليش صلاه العشاء من المصحف، ونصلي بما عندنا من القران، ونصلي التراويح لان ورد على سالم مولى سيدنا عائشه كان يصلي بها من المصحف في صلاه التراويح. قال اذا صليتي بالمصحف في صلاه العشاء هل صلاتك تبطل؟ ودي ده المهم. لا، صلاتك مش هتبطل، ولكن الاولى ان انت عشان ما يبقاش في كثره الحركه في اثناء الصلاه. يبقى اذا صلاتك لو انك انت بتصلي بما تحفظين من القران في الصلوات الجهريه فليس عليك شيء. يعني لو فضلت تصلي بالكافرون وتصلي بقل هو الله احد صلاتك صحيحه ومقبوله. ده الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبروه بان الله يحبه، وهو كان بيصلي بقل هو الله احد في كل الصلوات. لكن لا باس ان انت تحاولي تحفظي بعض السور كمان، ولكن اذا مشيتي وصليتي كل الصلوات بما تحفظ من القران صلاتك صحيحه وليس فيها اي شيء. بالنسبه بقى للسؤال الاخير، السؤال الخاص بزوج حضرتك المدخن، في طبعا في حاجه اسمها التدخين السلبي، بس التدخين السلبي ده صاحبه ما بياخدش اسم عليه، ولكن اللي بياخد اسم عليه الشخص اللي هو مدخن ده. فانت ما عليكيش اسم اذا كنت بتضطري في بعض الاحيان ان انت تقعدي جنب زوجك وهو مدخن. لا، انت ما عليكيش اسم، بس تجنبي دوت عشان صحتك وعشان ما تتضرريش بده. نعم. استاذه نعمه من القاهره تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ربنا يجعلك من احبائي الله ورحمائي يا رب. يا رب العالمين، يا رب العالمين. بص حضرتك، دلوقتي في مشكله عندي مش عارفه هل صح ولا غلط. اتفضلي. انا عندي اولاد اخويا يتامى. فربنا يعني رزقني انا وجوزي وبدانا نديهم مبلغ كل شهر من سنين. ربنا يتقبل. فلما طلعنا معاشات، المعاشات قليله. طيب. وانا ما عنديش حاجه اطلع عليها زكاه، لكن انا بقيت اقول يا رب ده زكاه وصدقه واللي تحسبه يا رب. طيب. فجيت عييت كل الامراض ربنا رزقني بيها وبقول الحمد لله على كل شيء. الحمد فما لله. قدرتش اصوم السنه اللي فاتت، فقدرت اطعم طعام. لكن السنه دي ما عنديش امكانيه اطعم طعام، فقلت يا رب الفلوس دي اللي بهبها لاولاد اخويا اجعلها بدل الافطار بتاعي بتاع شهر رمضان، هل ربنا هيقبل ده؟ طيب يبقى انت اديت لهم فلوس. ونويتي قبل ما تدي لهم الفلوس، نويتي وقبل ما تدي لهم الفلوس ان الفلوس دي بدل، انت دلوقتي الدكتور قال لك ما تصوميش خالص اول حاجه. لان عندي يعني كلى وعندي قلب وعندي حاجات كتير. ربنا يديك الصحه ويجمع لك من تمام الاجر والعافيه يا حاج نعم. ربنا وان شاء الله ويديم عليك النعمه، لكن هو قال لك ما تصوميش تاني خالص. طيب. بدوخ وبقع وبيجي لي غيبوبه وحاجات. ربنا يديك الصحه يا رب، وان شاء الله ربنا يعفو عنك يا رب العالمين. ربنا يكرمك. طيب فانت خليتي الفلوس بقى، فانت هيطلعي 20 جنيه عن كل يوم. فال 20 جنيه دول بقوا 600 جنيه، فطلعت ال 600 جنيه فاديتهم لاولاد اخوكي وانت قصده. لا، انا قلت 1500 جنيه
على 3 شهور مثلا. ماشي، وانت نويتي بده ان انت تدي لهم الفلوس ده بنيه الاطعام، بنيه الفديه عن الايام اللي انت مش هتقدري تصوميها. بتقولي ده صح ولا ده صح؟ ان شاء الله صحيحه ومقبوله ان شاء الله، اذا كانوا هم محتاجين واذا كانوا هم يحتاجون الى ده فان شاء الله انت عملت الصح، وان شاء الله ربنا يجعلك الثواب ان شاء الله العظيم بذلك. استاذه زينب تتفضل. ايوه باشا. اتفضل. السلام عليكم. انا عايزه اسال حضرتك بالنسبه لسؤال الصدقه الجاريه. ايوه ست. الصدقه الجاريه اللي هي ممتده بعد يعني تتعمل على حياه العين وتكون ريعها لبعد الوفاه يعني. طيب. لو مبلغ كبير ولا كلام زي كده، لو انا خصصت مثلا مبلغ لمشيخه الازهار، انا طبيعي بدفع يعني تباعا كده على الشهور، مصر الخير، مؤسسه مش عارفه ايه الحاجات دي كلها، المستشفيات، الكلام ده. طيب. مبالغ برضو معقوله كبيره مش صغيره. بس لو انا عايز اعمل صدقه كبيره، هل لازم اكون اروح المكان نفسه مثلا وليكن الازهر او مستشفى 57 او حاجه زي كده واحددها بنفسي ولا ايه؟ ده عايزه اتاكد من هذا السؤال. يعني انت بتقولي انت عشان انت لو عايزه تعملي صدقه جاريه انت بتقولي انا لازم اروح واتاكد من ده بنفسي، عايزة ولا يكفي عن نفسي وعن والدتي الله يرحمها وابويا. ولا يكفي ان انا ادي الفلوس دي للجهه اللي انا اديها لها وده عن طريق البنك زي ما بدفع مثلا يعني 5 10 7 9 كلام من اللي احنا بندفعه ايه كده يعني تباعا يعني كل شهر بزكاة او صدقة عامة انا مش بعرف ادققها تماما بالشهور العربية ما طيب. بعرف. طيب يا ستي احنا دلوقتي بنتكلم عن الصدقة مش بنتكلم عن الزكاة. لا والله ساعات بتلخبط في الزكاة فانا بكملها صدقة بقى. طيب بغض وخلاص. بغض النظر بص خليني اقول لك، ايداع المال او اعطاء المال لهذه المؤسسات بنية الزكاة أو بنية الصدقة بتقع وبتوصل وبيحصل الثواب المرجو منه، سواء كان إبراء الذمة في الزكاة أو أن تكون دي صدقة جارية إن شاء الله لوالدتك أو إن شاء الله لحضرتك. فإذا فيبقى دوت بيوصل وإن شاء الله دوت، لأن هذه المؤسسات تقوم بدور النيابة والوكالة عنك في تحصيل هذا المال وإعطائه للفقراء، فده يجوز ويصح إن شاء الله. يا سادة احنا النهاردة فتحنا باب يا رب كل الناس تعتقد ده وتريح بالها شوية، ممكن نهدى شوية، ممكن نهدى لأن مستقبلنا بإيد ربنا، ممكن نهدى لأن مستقبلنا معلوم وممهد، مستقبلنا دوت كله بكل البركة اللي فيه من عند الكريم سبحانه وتعالى، فما بالكم بمستقبل من عند الكريم. خليكم حاسين أن مستقبلكم معلوم مش مجهول، وأن مستقبلكم مش مليان مخاطر، لا مستقبلكم ممهد لأن ربنا هو اللي قام على هذا المستقبل. وتعالوا ندعي، ونحن في العشر في الأيام العشر في الليالي العشر هنبتدي ندعي في كل يوم، تعالوا ندعي ونقول يا من قلبي بيدك أكتب فؤادي في ديوان أهل الوداد لديك، وارزقني في هذه الليلة قلبا لا يعرف إلا النظر بك وإليك، وبصيرة من نورك تأخذني لأسكن في حضرة الأنس بدوام الإقبال عليك. تعالوا نقول الدعاء تاني، نقول لمولانا وإحنا قلوبنا مليئة إقبال عليه، يا من قلبي بيدك اكتب فؤادي في ديوان أهل الود لديك، وارزقني في هذه الليلة قلبا لا يعرف إلا النظر بك وإليك، وبصيرة من نورك تأخذني لأسكن في حضرة الأنس بدوام الإقبال عليك.